واحده من أسوأ الاخطاء اللي ممكن تعملها كسوبرفايزر او educational leader في المؤسسه التعليميه بتاعتك، وهي ان انت تاخد الفيدباك اللي الطلبه كتبوه عن المدرس وتوريه للمدرس. انت كده خلاص موت اي روح معنويه عند المدرس، وخصوصا لو الفيدباك ده فيه اي حاجه سلبيه او مكتوبه بشكل مش لطيف، فالمدرس ساعتها هيشوف الكلام ده وبعد كده يدخل الفصل خلاص هو اتقفل من الناس دي ومش طايقهم ومش هيدي احسن ما عنده للطلاب دول. طيب انت المفروض تعمل ايه؟ طبيعي هتقولي طب انا المفروض ان اخد فيدباك من الطلاب علشان خاطر اعرف لو المدرس ده كويس فعلا ولا مش قد كده، او في اخطاء معينه بتحصل. اولا التقييم اللي بتاخده من الطلاب هو مجرد استطلاع راي او راي شخصي، هم ما عندهمش خلفيه ايه الحاجات المفروض يبصوا فيها عند المدرس، لان ممكن يبقى المدرس اصلا بيعمل حاجه صح والطلبه متعوده على حاجه غلط. ودي حصلت معايا انا نفسي، كنت في واحده من الكورسات في جامعه كبيره جدا وكنت بدرس باحثين دكتوراه في احد الوزارات، وواحده من الطلاب راحت اشتكت ان اصل التيتشر بتاعتنا بتتكلم بالانجليزي طول الوقت، واحنا متعودين من التيتشر اللي قبلها ان هو كان بيتكلم شويه انجليزي وشويه عربي. وطبعا هم الطريقه اللي كان ماشي بيها المدرس ده ما كانتش احسن طريقه افكتيف معاهم في السياق بتاعهم وما اداش الى تطور كويس معاهم، فراحت اشتكت وكده. المهم ايه، مع المناقشه مع المدير لقوا ان لا، الطريقه اللي انا ماشي بيها دي هي الصح. طيب انت دلوقتي لو المدير وعملت الفيدباك فورم وطلبه ملت الفيدباك فورم وحطوا اي شكوى باي كانت الطريقه، طريقه حلوه وطريقه وحشه، المهم ان هم يعني قالوا ان في حاجه مش عاجباهم عن المدرس، ما تروحش انت بقى توري الكلام ده للمدرس وتقول له بص ده هم بيقولوا عليك كذا، او ان حتى لو المدرس ذات نفسه قال انا لا على فكره ثقتي في نفسي عاليه جدا فانت وريني الفيدباك على طول. ما ينفعش توري له الفيدباك على طول، المفروض ان انت تجمع الفيدباك من الطلاب، مفيش اي مشكله تاخد ارائهم وتقوم واخد الفيدباك دوت ومظبطه باسلوب كويس وتتناقش فيه مع المدرس بالشكل اللي هو يبقى مريح ليه نفسيا وتقدروا فعلا تشتغلوا على اي مشاكل ممكن تكون موجوده. دي كده ايه حاجه. الحاجه الثانيه وهي ان انت لازم تعرف هو وتشوف بعينك هل الكلام ده حقيقي ولا لا. يعني لو الطلبه مثلا كتبت المدرس بيتكلم بالعربي معظم الوقت جوه الحصه بدل ما يتكلم بالانجليزي في حصه الانجليزي، فانت المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان انت تدخل observation classes سواء بالاتفاق او اللي هي بتبقى بدون اتفاق، وطبعا تقدر تعرف امتى بنعمل كل واحده فيها من خلال الكورس اللي اسمه how to be a supervisor او ازاي تبقى super فايزر على القناة، ومعايا كتاب الكتروني برضو بيوضح النقط دي، ان انت تبتدي تدخل وتشوف هل فعلا المدرس بيتكلم بالعربي ولا بالانجليزي طول الوقت. نفترض مثلا ان انت المدرس ده في المؤسسة بتاعتك بيدرس اونلاين، فممكن يبقى من ضمن الشروط ان هو لازم يبقى فاتح الكاميرا مع الطلاب في الحصة، فممكن يبقى حد من الطلاب مثلا كتب ان المدرس بيبقى قافل الكاميرا معظم الوقت، فانت محتاج تدخل كلاس واثنين وثلاثه علشان خاطر تتابع حاجه زي كده بنفسك، لان ممكن يكون مثلا المدرس بيقفل الكاميرا لما الطلبه بتبقى قاعده شغاله على تاسك معينه فهو مش محتاج ان هو يفتح الكاميرا. فبالتالي انت تشوف هو بيفتح الكاميرا وقت ما بيكون في شرح وتفاعل ولا لا، هو بيفتحها مثلا قافلها وقت البريك، حاجه زي كده انت لازم تلاحظها بنفسك. حاجه ثالثه ممكن تعملها هو ان انت تحدد الفورم بتاعه الفيدباك دي اللي الطلبه هتملاها، ايه النقط اللي موجوده فيها، ما تسيبش الموضوع كده الحاجه عايمه. يعني مثلا تعمل زي روبريك او كرايتيريا معينه، وتقدر تشوف يعني ايه روبريك من خلال القناه بتاعتنا برضو في خلال من خلال السكشن الخاص بالاسسمنت، فانت هتدخل تلاقي مثلا انا هعمل روبريك انا عايز اعرف المدرس مثلا من ناحيه الوقت بيجي في ميعاده ولا لا، وبيبقى فيه مثلا برسنتج معينه، ممكن عايز اعرف هو المدرس بيفتح الكاميرا ولا لا لو الكورس اونلاين، المدرس بيبقى متفاعل مع الطلاب بيسال الطلاب بينوع في الانشطه ما بين انديفيدوال وتيم ورك ولا لا، لان ممكن المدرس يبقى ماشي بتيتشر سنترد ابروتش او ستودنت سنترد ابروتش طول الوقت. وطبعا انت هتقول لي ما ستودنت سنترد احسن يا ابله بسمه هو المفروض يمشي كده، اقول لك روح شوف الكورس الخاص بالتيتشر سنترد فيرسس الستودنت سنترد على القناه عندنا، علشان خاطر قبل ما تحاكم المدرس على الطريقه اللي بيمشي بيها الاولى ان انت كسوبرفايزر تبقى عارف الفرق ما بين كل واحده فيهم، وتبقى عارف مميزات وعيوب كل واحده فيهم عشان خاطر تقدر توصل المعلومه للمدرس بشكل كويس، والمدرس بعد كده يقدر يدرس للطلاب بتوعه بشكل افضل. ف
فانت تبتدي تشوف كده المعايير تحطها في روبريك وبعد كده تفهمها للطلاب. واحده من الاخطاء الشائعه جدا في الفيدباك فورم ان احنا نبقى مثلا مدين فيدباك فورم للطلبه وهم مستواهم مبتدئ واحنا كاتبينها بالانجليزي، اللي هو يا جماعه احنا مش داخلين نعمل لهم امتحان في الانجليزي، انا عايزه اوصل لهم الفكره بشكل كويس جدا. فوالله لو الناس دي لو تقدر يعني ايه يبقى كتر خيرك لو ضفت مع الانجليزي عربي عشان خاطر ما نسببش اي حرج للطلاب، لان في طلبه ممكن تبقى بتتعلم وخلاص ما انا مش فاهم، فبالتالي ممكن اسال اللي جنبي اللي هو ايه ده دي انت حطيت فيها ايه واقوم حاطط، وبالتالي ده ياثر بشكل سلبي على المدرس، خصوصا لو في كوميشن او في برسنتج فلوس بياخدها بناء على التقييم او هيكمل في الشغل ولا لا بناء على التقييم. وخليك فاكر ان انت كسوبرفايزر او مانجر او اي رول في الاديوكيشنال ليدرشيب انت ممكن تبقى السبب في ان المدرس ده يحب الكارير ويتعلم ويكمل فيه وتبقى أثرت في حياته بشكل كويس جدا، أو ممكن تبقى كرهته في عيشته وفي التدريس ويسيب المجال كله بسبب التصرفات اللي بتبقى مش مريحة. فما ينفعش نعامل مدرسين بأي شكل وحش، احنا بنعاملهم بشكل كويس ومن حقنا ان احنا ندي فيدباك، ولكن نحاول الأول ان احنا ندي الفيدباك ده بشكل constructive. وتقدر تشوف الconstructive فيدباك بنديه ازاي برضو من خلال قناة تافل شيب. كان معكم في الفيديو ده أولى بسمة، وشكرا ليكم، ويلا قعدوا بالعافية.